نقاط صحفيين. أعرف وأهم نقاط لصحفيين على مستوى العالم العربي. الحقيقة عمل لنا إنجاز مهم لما خصص منحة عينية لهذه النقابة عشان نعمل هذا المعهد العظيم اللي احنا واقفينه المطرب والشوف ده وش خير يا سيدي. هذا المعهد احنا عاملين السفارة الموجودة ديت بيسترق تفكير كل الإمكانيات وكل وسائل التقدم التكنولوجي تم مراعاتها في إنشاء هذا المعهد، سواء من خلال أحدث استديوهات الإذاعة، أحدث استديوهات التلفزيون، أحدث استديوهات تصوير فوتوغرافي، أحدث قاعات محاضرات النهارده شغالة دلوقتي وتتقدم سمو المجالات المتعددة الحقيقة عاملين فيها طفرة كبيرة جدا ليكون هو معهد الصحفيين في